إلى ذلك، أعلنت سلطات الأمن اليمنية في محافظة حضرموت اعتقال 2 من المتهمين بالتعاون مع القاعدة، وردت أسماؤهم ضمن قائمة المطلوبين التي أعلنتها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب. وقالت مصادر أمنية محلية إن قوات النخبة الحضرمية اعتقلت أحمد علي أحمد برعود وعبد الله محمد علي اليزيدي في إطار حملة ملاحقات تقوم بها لتعقب عناصر مطلوبة بتهمة التساهل مع القاعدة ودعم الإرهاب، وذلك بعد إعلان كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر عن أسمائهم ضمن قائمة الإرهاب. يذكر أن اليمنيين المدرجين ضمن القائمة المعلنة من قبل الدول الداعية لمكافحة الإرهاب هم 3 أشخاص، إضافة إلى 3 كيانات هي مؤسسة البلاغ الخيرية وجمعية الإحسان والرحمة.